اهم حاجه مهمه هي خاص تكون كتجمع، ما خاصش تكون الريال اللي دخل كتمشي تخسره. الا لاحظتها الاخ، وانا الحمد لله اليوم رحن علي الله وفي الدين نمشي نشري شي 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 براند ديال اللباس. وبلوس كما قلت لك ما جيتش تمشي تاخذ سميتو، ما جيتش تمشي تاخذ دوك الفلوس ديال الصالير ديالك، ماشي لان شوف كنت كنتكرفصوا في الاول باش نعيشوا في الاخر. شحال من واحد تيجي دابا تيشوف ديك العاد ديال هاني بيت هنا اليوم اكادير، غدا مراكش، غدا الرباط، بعدو طنجه، بعدو كتا، تقول اه دخونا عايش. لا ما ضفكر ما جيتش فيا، ماشي يا ما كانت كدوز عليا المحنه. بادريا ما تشريش بادريا اوريجينال، فهمتي؟ لعقدش الا انت كتشد 3000 درهم وتقول لي شريت سبادري ب 1200 بلا ما نقول لك شنو ديك الساعه سميتك، راه ما بلا ما نقول لك سميتك راه انت فهمتي تيت. السؤال اللي ديما فهمتي تيبقى تعاود، راس المال مساكن الدراري ضاع وقتهم في هذا السؤال هذا، فهمتي؟ ديال اخويا السمار الهضره عاد راه عرفنا، راه الاي كوميرس فيه الفلوس، ولكن راه ما عندناش راس المال، او ترى راه كلشي داير على راس المال. شوف ما تجيش تجي تشكي عليا انا ولا تشكي على الوالد ديالك ولا تشكي على شي واحد براس المال وراه غادي يجيك راس المال. راه اي حاجه بغيتي ديرها ولا الاي كوميرس بغيتي ديرو راه خصك فعلا راس المال، وهادي شي حاجه زوينه. بغيتي دير اي حاجه في هاد الحياه خصك راس المال، بغيتي تبدا شي تجاره خصك راس المال باش تشري داك المحل وباش تعمرو بالحوايج، ولا باش تشري داك المحل وتعمرو بالطوموبيلات، ولا باش تشري داك المحل وتعمرو باي حاجه، ولا باش دير شي ريستورون خصك راس المال، ولا باش دير شي سناك خصك راس المال. اي حاجه خاص فيها راس المال، ماشي غادي تجي للانترنت وهي تحفه في راس المال. ومازال في الانترنت عندنا واحد الميزه، هي ان راس المال صغر من المشاريع الاخرين، لان ملي كدوي دابا على واحد الريستورون اللي غادي يكون في شي بلاصه محترمه تدوي على واخا تشري الساروت، نقدروا نقول لك واحد كاين تما واحد ما عرفتش انت نقول القليله زعما بحال هكا في مراكش، غتكون واحد شي بلاصه في المحاميد كدا تجي تشري الساروت ب 20 مليون زعما هادشي الساروت، ما جيتش تشري المحل، شريتي الساروت وعاد كاين الكرا وداكشي. هادشي لا زعما طحتي في شي حاجه 300 هادو ديال شحال هذا ما عرفتش دابا فين وصل السوق. يعني راس المال ايكال سونتر داب، بغيتي دير سونتر دابيل خصك راس المال. دونك راس المال ماشي شي حاجه تبقى تشكي بها، وانما شي حاجه اللي زوينه اللي خاصك تفكر السؤال الاخر، كيفاش غادي ندير راس المال؟ كيفاش غادي دير راس المال؟ عطى الله باش غادي ديرو. كاينه الطريقه الساهله اللي كننصح كلشي، يعني اللي ما تيفكرش بزاف، اللي ما بغاش يحمق راسو، اللي ما بغاش كذا، وتمشي تدبر في خدمه. غاتقولش ليا لا ما فيتيش نخدم، ما فيتيش كذا، لا فيتيك تخدم والخدمه كاينه، ولكن المشكله ديال بزاف الناس ما بغاش يخدم، فهمتي؟ غادي تمشي تخدم بلا ما تسمي اسم المطعم، راه شي مطاعم كيخلصوا بالساعه اللي كانوا في مدينتك، وانت في مدينه كبيره تمشي تخدم عندهم، ولكن ما تقول لك اشنايا 10 درهم، اشنايا 12 درهم للساعه. لا المعلم في البديه ديالك ما كتشرطش، كتخدم في اي حاجه، لان داك الشيء ديالو انت هي الطريق. وعلى قضيه ذكر الطريق تنحاول نتفكر واحد القصه قال لي واحد الدري صاحبي، انا عارف واحد القصه خاصني قصه اخرى، ملي كنت ندوان وياه ما عقلتش شنو قال لي يا ربح جاب دينا هاد القضيه هادي. ان 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 نكحز واحد شويه نقول واحد الستوري ونعاودو نرجعو. واحد السيد اللي هو ولد مراكش، اللي هو كنعرفو، اللي هو صاحبي مع الايام، هذا مشى خدم كسال ديال الحمام. تقول لي وات ذا فاك كسال ديال الحمام، قرات حتى هي باش خدم كسال ديال الحمام. لا ما خدمش اي حمام، خدم في واحد الحمام اللي هو في مراكش، اللي غادي نقول لك في ذاك الحمام تلاقيت بلا ما نقول سميت المغني، فهمتي؟ بلا ما نبقاو نديرو نتشن هنايا. المهم داك الحمام تيجيو ليه غير الناس اللي عندهم شويه حن عليهم الله، هو اللي كيجيو لذاك الحمام، ياك؟ هذاك الحمام تلاقيت فيه مع العريفي، الشيخ العريفي، فهمتي؟ تلاقيت مع تما المغنيين كاملين تيمشيو تمايا، المغنيين كاملين تيمشيو تما، كدا تيمشيو تما، المهم تيمشيو ليه رجال الاعمال كيمشيو تما. خونا هذا مشى خدم كسال ديال الحمام تما، مشى خدم كسال ديال الحمام تما باش يتلاقى مع دوك الناس اللي جا، فهمتي؟ تيتعامل معاه مزيان، تيدوي معاه مزيان، مأدب ولد الناس، تيتعامل مزيان، وفي الاخر تيشوف هذاك خونا شنو خدام، شنو كيدير، واش هو شي بيزنس مان. اش كيقول؟ كيقول واش ما نقدرش عافاك اللي كاع عندك شي خدمه، ياك؟ كيقول لهذاك السيد اللي هو في الحمام ملي كيسالي له كيتعامل معاه مزيان، كيقول ليه واش ما كايناش شي خدمه. صافي ابخر حل واحد الشركه ديال لوكاسيون دو فواتور، كان خدام ب 5000 درهم، ياك؟
ومن بعد راح لواحد الشركه اخرى ديال الرموكات ولا خدام 7000 درهم، ومن بعد راح لشركه اخرى اللي ولا خدام فيها ماناجر على بزاف ديال وسائل النقل اللي خدام دابا بصالير مزيان. القضيه بدات من الحمام، ولكن الا بقيتي ما ضفكر سد عليك في بيتك وجالس في داركم وداكشي فهمتي كتسنى طيح من السماء، ما كطيحش من السماء يعني ما تشوفهاش ان راه الساط هذا كيكسلت الحمام، لا صاحبي هذا كيمقنطر الحمام. واحد راك شفت تما سميت الحمام بلا ما نقولو سميتو، راه فهمتي ديجا كتشبه. يعني انت ملي كتمشي كتخدم في داك المطعم ولا كتمشي كتخدم في داك الحمام ولا كتمشي كتخدم الشطاب ولا كتخدم تتغسل الطباسل، عندك الفيجن، عندك شي حاجه باغي توصل لها من بعد. اما الا مشيتي بغيتي تخدم اكسل ولا بغيتي تخدم كونطابل ولا بغيتي تخدم معلم، تبقى حياتك كامله معلم وما غاديش توصل فيه، وسيرتو الا ما كنتيش كتبغي التعليم. اما غادي تبقى غتبقى ما حاملش التعليم وجالس فيه. اما لكن عزيز عليك التعليم وكتقري ولاد الناس واللي عطاوك اجي تحمد الله واجي تقري ولاد عباد الله وانت كتبغي التعليم مزيان. اما لكن انت داخل التعليم على قبل الفلوس، راه ما غاديش دير الفلوس، واخا غادي دير السوايع واخا ترونا واخا دير اللي درتي ما غاديش دير الفلوس، لان انت ما هذيك راه خدمه والمهنه ما عمرك كيديروا من الناس الفلوس. ما كاينش شي مهنه دار مولاها الفلوس، ما عاد لك انت دير كما كنقول ديما هكا. بغيتي دير الفلوس خاصك تولي مقاول اونتربرونور ديال راسك، كتخلص بعدد ديال الجهد ديالك بلوس الجهد ديال الناس اللي كتخدم معاك موت طافي. الله الماناجرز نسيت قلت شفتو عندي ندير الفلوس، كاين الماناجرز ديال الشركات كيديروا الفلوس. المهم على قل الريسبونسابيلتي والصداعات اللي عنده سميتو. المهم هذا موضوع اخر، يعني راس المال هي الطريقه الاولى باش يجي ديرو. وكاين الطريقه الثانيه اللي ماشي نبغي شي واحد، هادو اللي كنقول ان ما عندك حتى شي سكيلز، ما عندك حتى شي حاجه، حتى شي مهاره ممكن تبيعها في الانترنت، ما عندكش حتى شي مهاره ممكن تبيعها في الانترنت. اما الا كانت عندك شي مهاره كعندك الترجمه مثلا، غتمشي تترجم لعباد الله، راه كاين في ابورك اللي باغي يترجمها ترجم ليه. الا كنتي انت عندك شي ليسونس في الانجليزيه ولا ليسونس في اللغه العربيه ولا كذا، المستوى ديالك في العربيه مزيان والمستوى ديالك في الانجليزيه مزيان، غتمشي تترجم لعباد الله في ابورك ولا في فريلانسر دوت كوم ولا فايفر ولا خماسات باللغه العربيه كاع، واحد السيت سميتو خماسات على حقاش بزاف ديال الناس كيتابعوني وما ناس فهمتي مبتدئين ما عمر سمع، يقدر يكون هذا اللايف هذا هو الاولاني يقدر عليها الاخوان، راه ما نبقاش نزرب في الهضره، غادي نعاود نمشي عاوتاني بشويه. كاين واحد السيت سميتو خماسات، كي تكتب خماسات انت 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 نعلمك الطريقه كيفاش كتكتب خماسات، ما بقاش نقول لك كاش كذا كذا. ملي تسمعني قلت شي كلمه تمشي لجوجل تكتبها خماسات ولا كتبتيها خطأ غادي يصحها لك، فهمتش؟ يعني الهضره ديالي بلا ما نبقى ديما كيفاش مع بزاف الناس كنقول شي حاجه يقول كيفاش كتكتب، كتبها في جوجل غادي يصحها لك. تكتب خماسات في جوجل باغي الترجمه تلقى بزاف ديال الناس اللي غادي تترجم لهم تما، وفريمون الا كنتي سيريو في الترجمه غادي تلقى الناس. حنا راه شحال من تصحيح الاخطاء، كانت اللغه العربيه ديالك مزيانه على حقيتاش انا ما عنديش لغه عربيه مزيانه، التيم ديالي حتى واحد فيهم ما عنده اللغه العربيه مزيانه، كنكتبوا داكشي اللي بغينا نكتبوا، كنمشيو تما كنشريو واحد الخدمه ديال تصحيح الاخطاء. ناس اللي قاريه عندها ليسونس في الادب العربي كتجي تصحح لنا الاخطاء ديالنا باش يولي عندنا داك النص فهمتي نص بعقلو. يعني انت كان عندك مهاره ماشي نقول لك سير ولي كسلت الحمام، ماشي نقول لك سير تخدم في شي مطعم، ماشي نقول لك سير سميتو حاول تبيع ديك المهاره ديالك اللي هي ترجمه ولا تصميم كتعرف تقد ديزاين ولا دابا كاين ابور كاين فريلانسر ابور يقدر نقول لك كتكتب يو بي وورك دبليو او ار ك ابور داكشي اللي كتعرف ديرو ممكن تبيعو، ما كتعرف حتى حاجه خصك تمشي تخدم ومع الوقت غادي دير راس المال. وبيان سور اهم حاجه مهمه هي خاص تكون كتجمع، ما خاصش تكون الريال اللي دخل كتمشي تخسرو. الا لاحظتها الاخ، وانا الحمد لله اليوم راه حن عليا الله وفي الدين نمشي نشري شي براند ديال اللباس نشريها فهمتي نقد براند ديال اللباس ديالي، راه الا لاحظت ان راه شي 3 شهور غادي ما شريتش اللباس وكنبان بهاد القميجه هادي البيضاء وعندي جوج قوامج زرقين وعندي قميجه كريه جوج كريات بالحساب، يعني في التوتال عندي 5 القميجات، عندي جوج سراول، عندي جوج شورطات، 4 سبادريات، 4 تقاشر، وبلا ما ندخل في داكشي الملابس الداخليه عندي بالحساب هما اللي عندي في الباليزه وتندور بهم العالم كامل، عندي داكشي محسوب. فما تبقاش تحمق راسك بجيك كثرت اللباس كثرت الصداع كثرت كذا بغيتي تبان بغيتي راه داكشي ما فهمتي مع بزاف الناس يبقى مقابل غير اللباس وما مقابلش سميتو ما مقابلش خاص تقابل داكشي المهم وداكشي اللي غادي تحط فيه جهدك وغادي تقابل فيه راسك وغادي تحط فيه راسك فغيمون غادي تحط فيه راسك ولا يجي كبر.
على حقاش انت حاط راسك فشي حوايج تافهين، في شعرك كي داير، اي دونت جيف فاك على شعرك كي داير. لا واحد خونا كيبدينا اللايف قال لك سير نقص شويه من اللحيه، انا ما داش في اللحيه اصلا، ليش داير اللحيه؟ يا باش ما نوضش نشري جيلات ونبقى نحسن كل صباح مع الصباح، فهمتي؟ اما خدام انا حتى شي حد يقول لي سير حسن اللحيه ولا كذا، صافي فهمتي، خليها تسرح اصاحبي، اصلا اللي لقيتي تهنى منها تهنى منها. اللي لقيتي تحيدها في حياتك حاول تخصص في داك الشيء اللي مهم، فهمتي؟ الطوموبيل، الطوموبيل عندي مغبره صاحبي، ما كنغسلهاش، فهمتي؟ كنغسلها مره في الشهر. كاين اللي كيوميا كيهز الشيفون ويجلس كيمسح الطوموبيله ويلمعها باش يبينها لعباد الله، وي دونت جيف فاك على كي لابس، كي داير شعر، كي دايرت من هم واحد عندنا هو الخدمه، والخدمه غاده مزيان الحمد لله. انت حاول داك الجهد ديالك بحال اللي قلتي، عطيتك واحد 100%، قلت لك هاد 100% فين باغي تحطها؟ كتمشي تحطها في التفاهات، كتحطها ليا في التلفازه، كتحطها ليا في شي ماتش ديال الكره، كتحطها ليا في شي جوج فرق ديال الكره. هادشي ماشي هو اللي غادي يفيدك في حياتك. زيد شنو اخر؟ تشويكه، جيل، اين جيل، اين ما دونت جيف فاك على اين جيل، اين جيل، فينا كدا، فينا لباس، سبادريه، تيجي مثلا بحال واحد الدري صاحبي اللي ما دير حتى حاجه في حياته، شي 4 ايام هادي تلاقيت معاه جالس كنصحو كنفيدو، ويقول لي اخاي، نقول لك اخاي السيمور، ما كتلبسش سبادريه مع قميجه، تيتلبس الصباط مع القميجه. لا او دونت جيف فاك اسط على سبادريه مع قميجه مع سميتو، هادشي انت شوف راسك باش عامر، شو انا راسي باش عامر، صافي ما تبقاش تضيعوا الدراري، شتو نقول لكم باش ما تضيعش جهدك في شي حاجه اللي عقلك حطو في شي حاجه اللي مهمه. وراس المال واحد الحاجه اللي كتبنى مع الوقيته وراه مهم، ولا بغيتي تبدا راس المال راه كنقول لك شي حاجه قليله، مثلا بحال بغيتي تبدا ريستورون راه خصك واحد 60 مليون يا قليله، الا مشيتي بغيتي دير شي ريستورون في شي بلاصه اللي هي بغيتي دير شي ريستورون كبير خصك واحد 300 مليون يا القليله. يعني حنا في الانترنت راه باقي كندوي على شي مبالغ صغيره وزويونه، كيجي بلال كيقول لك بغيتي تبدا شوبيفاي خصك 3000 دولار، وانت ما تقدرش تجمع 3 المليون، الا درتي فيها راسك عام غادي تجمعها، الا درتي فيها راسك عام غادي تجمعها وغادي تفوتها، ودير فيها الله يرضى عليك راسك عام، دير فيها راسك الله يرضى عليك واحد العام وجمعها. بغيتي تبدا اي حاجه في الانترنت كتبدا بواحد راس المال اللي هو صغير، ما تقولش لي لا وكدا و بلوس كما قلت لك، ما جيتش تمشي تاخذ سميتو، ما جيتش تمشي تاخذ دوك الفلوس ديال الصالير ديالك، ماشي، لان شوف كنتكرفصوا في الاول باش نعيشوا في الاخر، شحال من واحد تيجي دابا تيشوف ديك العاد ديال هاني بيت هنا اليوم اكادير، غدا مراكش، غدا الرباط، بعدو طنجه، بعدو كذا، تقول خونا عايش، لا ما دفكر، ما جيتيش في يامات كانت كدوز عليا المحنه، جيتي في الفيلم باجي، جيتي في الفيلم ما جيتيش في البطل ملي كان كيتسلخ وكياكل العصا وكيتمرمد وكيجرو فيها في الارض، جيتي في من البطل يستر عليه الله شويه وغادي مزيان وكذا، وتقول هاد خونا هذا صدق عليه. لا خاص شوف في الاول كاين المحنه، ما كاينش شي حاجه من غير المحنه، ما كدوش عليك بوحدك، كاملين دازت علينا وبزاف ديال البشر كدوز عليهم، ولكن كدوز عليك عارف انت واحد النهار كي غادي يجي مزيان، ما تجيش تشد الصالير ديالك تمشي تشري به تليفون، علاش تشري تليفون؟ تليفون خليك بتليفون عادي، كدا خليك بشي حاجه عاديه، اللباس خليك باللباس عادي، سبادريه ما تشريش سبادريه اوريجينال، فهمتي؟ قداش الا انت كتشد 3000 درهم وتقول لي شريت سبادريه ب 1200، بلا ما نقول لك شنو ديك الساعه سميتك، راه بلا ما نقول لك سميتك راه انت فهمتي تيت، بلا ما نقول شنو صح، يعني ما جاتش معاك اصاحبي، فهمتي؟ راه تشري سبادريه ب 100 و200 درهم جات معاك، باش تشري سبادريه ب 1200 انت كتشد 3000، ايوا راه ما دافكر فهمتي من الاخر. هاكو باش كتجمع راس المال، يعني كتقتصد، ما كتحاولش تبان، ملي كيكونوا هما كيبانوا كتكون انت تتكايس. انا ملي كنت صغير وملي كنت قاعد حتى ندخل الفلوس وسميتو، ما عمرك عقلت على راسي لابس مزيان ولا كدا ولا انا واعر، فهمتي؟ داك المتميز على عباد الله، فهمتي؟ ما عمري عقلت على راسي زعما داك المضفكر اللي ديما لابس وديما مكاد الشعر وديما كدا وديما كدا، فهمتي؟ وهنا فين تيتخلق الفرق، فهمتي؟ كانوا كيضيعوا فلوسهم في التفاهات، انت تجمع فلوسك لان عندك واحد الفيجن باغي تطبقها، غادي يخصوك الفلوس، اي حاجه بغيتي ديرها في هذه الحياه هذه كيخصوك الفلوس، فهمتي؟ هما تيعيشوا المضفكر تيعيشوا بيشيك تو بيشيك، تيشد الفلوس كيساليهم تيتسنى فلوس في راس الشهر وتعاودوا يعطيوهم لي كيتسناو عاوتاني في راس الشهر الاخر ديال الشهر تيجلس كيشحت، ما عمر خاص تعيش هاد الحياه هادي، خاص سي ميو تعيش بواحد الليفل ناقص ويشيطوا لك فلوس، ولا كاين اللي تيقول لي لا ما هادش يشيطوا، لا كيشيطوا، الا بغيتهم يشيطوا كيشيطوا، على حقاش هاد المضاف على حقاش هاد المضاف كيقول لك ما كتشيطش، هو اللي كنلقاه في النايت كلاب بنهار السبت، فهمتي؟ تتلقاه فهمتي في النايت كلاب نهار السبت، وقدر ولا شفتي الانستغرام ديالو جيب لك احسن من الانستغرام ديالو ديال كاع 99.99 اللي مكونيكتين في